الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سورة الترمذي باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، لكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. هذه المسألة يقول الوتر ليس بحتم، يعني ليس واجب، ليس بالحزم أن تأتي به. الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هنا لأنه قال فأوتروا، وهذا أمر وظهر أمر الوجوب. مسألة الوتر اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول جماهير السلف والخلف قالوا بأن الوتر مستحب متأكد لكنه ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بركوعهن وأحسن وضوءهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. قال خمس صلوات في اليوم والليلة. وأيضا لما جاء الرجل سائر الرأس وسأله عن الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليها غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذه معناها أن غير الخمس صلوات تطوع في هذا الباب. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة حيثما توجهت به. يبقى هنا أسقط إيش؟ أسقط الاستقبال أي واحدة، وأسقط أيضا القيام. كان يصلي على الراحلة حيثما توجهت، وهذه دلالة واضحة جدا على أنها على السنة. أسقط الاستقبال وأسقط القيام. الثانية، القول الثاني قول الحنفية، فقال بعضهم أنه خاص بالحنفية. الحنفية قالوا بالوجوب، وقال بعضهم هذا انفراد من الحنفية وهذا خطأ، بل قال بعض المالكية بهذا القول، وبعضهم وجه أنه فرض، وبعضهم قال واجب. واستدلوا على ذلك بقول فأوتروا يا أهل القرآن، هذا أمر ظهر أمر الوجوب. واستدلوا أيضا أن الله أمدكم بصلاة زادكم صلاة من بعد العشاء إلى الفجر. قالوا زيادة ترجع إلى الأصل، الزيادة ترجع إلى الأصل. فقالوا الوتر واجب، والصحيح في ذلك أن الوتر مستحب وليس بواجب. وطبعا استدلوا أيضا بديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الحديث حسنه العلماء، قال سن رسول الله وقال الوتر ليس بحتم، لكن قال إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر واحد أحد سبحانه وجل في علاه، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه سبحانه وجل في علاه، لا ند له ولا شبيه له ولا مثل له. إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، وذلك حتى في الغسل قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. أما قوله في الباب عن ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ بلاغا أن رجلا سأل ابن عمر على الوتر أواجب هو؟ قال عبد الله: قد أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله يقول: أوتر رسول الله، ما قال له. وابن مسعود أيضا أخرجه ابن محمد بن نصر في قيام الليل من طريق أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال عربي: ماذا تقول؟ قال له: ليست لك ولا لأحد من أصحابك. وهذه دلالة أنه سنة ليس بواجب. وأيضا قال الوتر وركعة الضحى، وفي رواية زادكم الله صلاة وذكر. وقول حديث علي حسن أخرجه النسائي وصححه الحاكم، وهذا مجمل الأدلة على عدم وجوب الوتر. قال وراه سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.